الأم، شو يعني الأم؟ كلمة صغيرة بحروفها قليلة تحتوي على أكبر قدر من المحبة، العطاء والتضحيات. هي نهر ما بينضب، هي عاطفة ما بتجف، هي الرأس الحنون اللي بتحط عليه رأسك لتتخلص من كل همومك ومتاعبك. عيد الأم هو العيد الوحيد يلي ما قاله لا دين لا طائفة ولا انتماء. خلونا نشوف سوا هالروبورتاج ونرجع من كفي حديثنا عن أعمق حقيقة بالدنيا. وأنا بدوري بودعكم على أمل اللقاء بحلقة جديدة. إلى اللقاء.